معنا أبو ياسر من جدة، تفضل أخي أبو ياسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ عبد الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسعد مساك يا شيخنا الفاضل. تفضل. أنا الأسبوع اللي فات الحقيقة كان في صدى في الصوت، فسؤالي كالآتي، هو من شقين. الشق الأول باختصار، أنا عندي بنت الله قدر عليها بحادث سير وأصبحت مقعدة ومشلولة وإقعاد تام. الحقيقة هي ظلمت من قبل الأطباء وظلمت من قبل القضاء وظلمت من الكثير. الحقيقة هناك في أوراق يعني توضح كل شيء، ولكن أنا سؤالي كالآتي: هناك من يقسم بالله العلي العظيم أثناء تخرجه، سواء طبيب أو ضابط أو قاضي، بأنه يكون عند هذا القسم وافيا له. فهنا السؤال: عندما تجد أحدهم أقسم بالله العلي العظيم وهو يعرف معنى هذا القسم ولكن لم يعمل به ويعلم أن هذه الفتاة ظلمت من قبله، هذا كطبيب، هناك كمان كقاضي. السؤال كمان الشقة الثانية: هل يجوز لنا أنا ووالدتها وهي وأخوانها أن ندعو على من ظلمها في الثلث الأخير من الليل عندما نقوم بالصلاة؟ طيب. أو إذا طلعنا إلى أداء صلاة الفجر في مكة المكرمة أو أداء العمرة؟ طيب. وعلمي وسلامتكم وصلى الله لنا ولكم العفو والعافية والسلامة. يا أخي، أنت ذكرت أنها ظلمت من قبل القضاء، إذا كان قضيتها ارتفعت إلى المحكمة فلا دخل لنا فيها، تراجع القاضي. إذا كان عندك اعتراض على الحكم فإنك تقدم اعتراضك وينظر فيه إن شاء الله. وأما أن تدعي أنها مظلومة، الله أعلم، تدعي أن الطبيب ظلمها وأن فلان ظلمها، الله أعلم، ما ندري عن هذا. نعم، أشكركم.